الكيو بي اس كي ايش راح نغير؟ نرجع الراندوم انتجر، راح نسوي الام ار اي، راح نسويها 4، يعني عندي 4 بتات محمد مثل فريمنا ذاكرين هاي الخطوة السابقة. نجي هنا انتجر بت، يقدر نغير مقدار 2، راح تغير البتات، راح تغير 2 تمام. هنا نفس الحالة بالاستغوال الاي دبليو جي ان سيجنتر ريزولوشن، راح نغيرها بالنسبة لارقام معينة. اول شيء خلينا نبدا في قيمة معينة 5 عفوا حاليا. كونستليشن دايجرام نعرف المسار ماله، بس شنو ما راح تكون مختصرة بين الصفر والواحد، راح تصير على ارباع. شلون ارباع؟ هسه خليني اشوفكم هنا، انا راح تكون هنا هذا الموقع، هذا ايش تمثل؟ يا موقع 0.707 زائدا جي 0.707 الجي تنكتب نهاية الرقم، يعني مو ما بالبداية. هنا ايش تمثل لي؟ سالب 0.707 زائدا 0.707 جي ماينس 0.707 ماينس 0.707 جي موجب 0.707 ماينس 0.707 جي. نجي هنا كملنا، طبعا هنا نفس الاعدادات فيو تمام كونفيجريشن، كملنا هاي الارقام كماتريكس ننفذ. نسبة لي راح تكون أدنى لأن جينا نعطي 5، أزيد السيجنال في نسبة شيء نعطي 10 أقل نسبة اللي هو. طبعا هنا أنا قلت لأن زيادة السيجنال في نسبة شيء. بالثمانية إيش راح يختلف؟ إيه هذا كيو بي اس كي، راح أجيب 8 بي اس كي موديليتر ودي موديليتر. الراندوم انتجر ايش راح اجي اغير بيه؟ راح اسوي 8، هذا راح اسوي 8، طبعا ما راح انفذ هذا البرنامج لان احتاج، وهذا اسوي 3، راح اسوي 3. كملت، اجي على الكونستليشن دايجرام ايش راح يختلف عندي؟ ما راح اكتبهم طبعا، راح يكون اول شيء اول قيمه راح يكون موجب 1 0.707 زائد 0.707 جي، وهنا راح يكون على محور الواي. خلي اشرح لكم اياه، هنا انا راح يكون على محور واي، ولو ما يصير هنا لازم اجيب الجهاز، لازم اجيب ال شو اسمه يو 8 بي اس كي، بس احتاج تشوفون 8 بي اس كي اعتقد ام بي اس كي ناخذ. هنا ك 8 بي اس كي ما نفع انا طبعا، لازم شنو اختار بي اس كي واجي اخذ ام بي اس كي. هذا ام بي اس كي موديليتر راح نجيبه هنا، انا بس اريد اشوف ايش اسمه هاي 8 بي اس كي، اجيب اضيف هنا. طبعا هنا بالاستقبال ايضا المفروض عفوا بعد ال اي دبليو جي ايضا لازم اغيره، بس انا ايش اريد منه؟ اريد هذا هذا الشيء. يعني تقريبا هنا مفروض عندي نقطة، هنا عندي 1.707 زائدا قيمة 0.707 زائدا 0.707 جي موجب جي بوحدة، بعدين سالب 0.707 زائدا 0.707 جي سالب 1 سالب 0.707 ماينس سالب ماينس 0.707 جي وسالب جي وموجب 0.707 ماينس 0.707 جي. هذا الفرق راح يصير عندنا هنا. راح اجي ايضا اغير، اكمل من هنا اغير كونستليشن دايجرام نفس الحاله، وازيد بند السيجنال نزل اشياء حد ما ينقصنا. هنا راح نلاحظ انه القيم راح تفرق عندي، قيم البيت ايرور والسمبل ايرور نفس الحاله.